مزجته بتخليك تطير الفنان المصري قوي بشير. ما تجننيش، قول لي قول لي ايه الحلاوه دي وايه الشطاره دي وايه الجمال ده وايه المزيكا دي وايه اللاين ده؟ لاين جديد، لاين خطير. الناس كلها بعد الكورونا محتاجه ان هي تهدي شويه اللعب، والناس ما عندهاش اصلا اوبشنز كتيره. النهارده في عندنا اكتر من اوبشن معين الناس كلها بتلحقه، بس هو في افكار تانية احنا لازم نطلعها للسوق، الناس تبتدي تسمع عشان يبقى عندي اوبشن ان انا لو عايز اطلع العب ميوزك عاليه والناس كلها ترقص تنبسط ده اوكي، لكن في حياتي انا عايز العب ميوزك تخلي الناس تروح في رحله. فانا بنيت باند كده اسمه رحله. رحله تريب. اوكي، فهي ده هو المقصود. ايه المزيكا اللي انتوا بتلعبوها والفكره جات لك منين وايه اللي انت بتعمله ده؟ هي الفكره ابتدت معايا من امريكا، لما كنت عايش في امريكا. وبعد كده انت مصري؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المصري لبناني باي ذا واي، عندي ميكس مصري ولا مش مصري؟ اللي انت شايفه. انا شايف مصري. اللي انت شايفه ما شاء الله. انا بالنسبه لي لما طلعت على دبي بعد كده لعبت مع احد الديجيهات كان اسمه ساتوري. ساتوري طبعا، ساتوري من الشخصيات المرموقه جدا اللي بيلعب بالانرجي والطاقات، ما بيلعبش ميوزك. وانا شفت بعيني الراجل ده من ورا الداك هو بيعمل ايه، وازاي الناس بعد الحفله تقعد ترجع والناس بعد الحفله تقعد تعيط، بيأثر في مشاعرك. وهو اللعب بتاعه النهارده كل الميوزك اللي بنسمعها هي سرعتها 124 بي بي ام. يعني لا هو بيلعب 107 106 103 اللي هو، بس الدرايف مختلف. فانا حبيته النهارده ليه؟ لان احنا ندي للناس فرصه ان هم ينبسطوا، لكن مش لازم ان انا اعلي الدرايف بتاعك والا هاثر عليك كده. بجانب هيب بانجنج، انت عندك نظره الشعب وعندك اغاني كتيره قوي، كل واحد بيعمل شغلته. حد قال لك قبل كده انك شبه ياني؟ ياني الموسيقار اللي خباك. انا متاثر بيه جدا جدا. انا بحبه جدا. انا شايف فيه كمانجات طبعا وتريات، وهو استاذ كبير طبعا. يا ريت طبعا. بالنسبه لياني حتى كمان عمل احد المقطوعيات بتاعته عجبتني جدا. طبعا، وتاثرنا بيها كلنا واتفرجنا عليها اكتر من مره. الفن العربي برضو حلو طبعا. النهارده احنا عندنا برضو الات وعندنا موسيقيين. لا ده هم بره بيحطوا الحتت الشرقي طبعا. يعني مثلا يعني في كذا كونسرت كنت بحضره، بتلاقي اول ما الاقي الرق دخل او الاقي مثلا ناي دخل بشكل شرقي كده، حتى في كل المهرجانات بلاقيها، بتلاقي الناس بتتفاعل صح معاها. مجرد بس تسمع الحته كده. لعبت انت على ده؟ انا لعبت على شاكيرا عملت كده طبعا. ما هي الفكره النهارده الهيب هوب ميوزك والكلام ده كله جاي منين؟ هو جاي من العرب اصلا، اذا جانا في التاريخ شويه. وده هو اكتر ناس متاثره نوعا ما بالالات العربيه والريتمات العربيه. ده كان زمان. دلوقتي احنا في حاجه اسمها داون تيمبو، اللي انا بلعب ده حاجه اسمها داون تيمبو. داون تيمبو تيمبو بطيء لكن الدرايف بتاعه عالي. وده هي الفكره النهارده. اتس اثنيك ميوزك. اثنيك ميوزك يعني احنا بنلعب ايطالي اسباني اوروبي روماني مصري عربي عراقي كله. لبناني كله. فانا اخيرا عرفت ان احط العالم كله في اوضه واحده. طب اللبس ده له علاقه بحاجه؟ انا حاسس ان هو لبس ديزرت قوي كده او صحراوي أو قبائلي شويه. قبائلي. انا يعني ده له علاقه بالثيم او بالشكل اللي انت عامله؟ شوف حضرتك، انا بالنسبه لي انا بلعب بيركاشن من 18 سنه 17 سنه. بيركاشن اللي هي الجنبي اللي هي الافريقيه. فانا بالنسبه لي انا كنت عشت في الـ في الـ في الـ مع الترايب، مع قبائل كتيره قوي. ما بين غواتيمالا، ما بين بيرو، ما بين البلاد دي كلها. فانا يعني لو تاثرت جدا بالثقافه دي ولقيت ان هي الكالتشر دي نفسها اثرت فيك جدا. والترايب بتاع والبركشن، احنا كل شهر يعني احنا كل شهر في حاجه اسمها الفول مون. الفول مون اكتمال القمر، احنا بنعمل له زي ريتشوال، زي عمليه طقوس. واللي بنعمله ان احنا بنلعب، بنتجمع كلنا وبنلعب بركشن. ودي حاجه من ألفات السنين. هل في تأثير على الفول مون؟ له تأثير على الميوزك أو الحالة المزاجية؟ طبعا طبعا. أنت عندك المد والجزر، أنت عندك حاجة اكتمال القمر. ده ناس كتير تقول لك أنا تعبان أنا مكتئب، اطلع امشي اتحرك. أنا بالنسبة لي اكتمال القمر الولف بيعمل أوه، ولا الناس بيمصوا في دم بعض. هل ده مختلف دلوقتي؟ اتغير دلوقتي. أفلام دراكولا كلها كانت كده. أول ما يبقى فول مون كله يستخبى. لا النهارده هو الفول مون بيتكلم أكتر على إن أنت النهارده هو اكتمال القمر. يعني اكتمال القمر أنت بتبتدي تكتمل انت كشخص كبني ادم، وبنفس الوقت ان انت بتتحلل وتكتمل، اللي هو الفكره بتاعت الامواج الدنيا وامواج الارض. وانت النهارده لو انت عندك اخطاء في حياتك بتعملها تتحسن، لو انت عندك حاجه كويسه ثبتها. وهو ده الدنيا دي كلها، الشمس ما بتطلعش مره واحده. اوكي، احنا مش عايزين نتكلم كتير بقى، احنا عايزين نوري المصريين الشغل الحلو. أيوه. والمزيكا الجميله. أيوه. هتسمعنا ايه؟ والله انا هسمعك حاله. الحاله ان النهارده الميوزك اللي احنا بنلعبها
هي ميوزك لحالة، ان انا مش عايزك تقوم ترقص طول الوقت، انا عايزك تقعد مع نفسك السلطن وتروح وتغمض عينك وتعيش الحالة وتعيش اللحظة، ان انت ليك الحق ان انت تقعد وترجع ظهرك لورا وتتنفس. الدنيا النهاردة سريعة جدا، وتليفونات بقت مسرعة الدنيا اكتر. بالنسبة لنا احنا عايزين نفسر شوية من الكلام ده، فبنطلع نرقص وبنطلع كل الباور. دي حالة. الحالة التانية، انا نفسي اقعد على البحر، نفسي اقعد في مكان واسع. والستات منكدة على الرجالة والله يعني. مش دايما؟ لا مش دايما يعني، حلوين. طب ما تفصلنا بقى. يلا بينا. يلا بينا.